أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الرابع من الفصل الثاني من مادة تاريخ الأردن. كونوا معي. كما يظهر أمامكم على الشاشة، العنوان هو الثورة العربية الكبرى. سنتعرف إلى أسبابها وأهدافها ومجرياتها. الأوضاع العامة في البلاد العربية قبيل الثورة العربية الكبرى، عاش العرب أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة نهاية حكم الدولة العثمانية، خاصة بعد استلام حزب الاتحاد والترقي الحكم عام 1908. يمكن تلخيص هذه الأوضاع السيئة بما يأتي: أولا، سيطرة بعض البلاد الأوروبية الاستعمارية على أجزاء من البلاد العربية. ثانياً، دخول أتراك الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوسط رغم معارضة العرب لذلك، وهذا دفع أحرار العرب ومثقفيهم إلى التفكير في مصير بلادهم. السياسة التعسفية التي اتبعتها جماعة حزب الاتحاد والترقي ممثلة بمظالم جمال باشا السفاح قائد الجيش العثماني. سنتعرف إلى هذه السياسات في الشكل الذي يظهر أمامكم. أولاً، منع إرسال المواد الغذائية ووصولها إلى بلاد الشام والحجاز، مصادرة المحاصيل الزراعية لتغطية تكاليف الحرب، تنفيذ حكم الإعدام على أحرار العرب في بيروت ودمشق، تجنيد أبناء العرب خارج ولايتهم، ونفي بعض العائلات العربية إلى مناطق بعيدة، محاربة الثقافة واللغة العربية، وإجبار العرب على تعليم اللغة وتعلم اللغة التركية. هنا تظهر أيضا بند آخر، هو الشريف الحسين بالعين الذي ولد في الأستانة عام 1854 في منفى والده. اشتهر بالورع، التقوى، حسن السيرة، لهذا كان محط أنظار واحترام السلاطين العثمانيين. كان يقر بأهمية الخلافة الإسلامية، لكنه كره الاتحاديين الذين لم يكونوا أمناء على الدولة والخلافة الإسلامية بسبب سياستهم العنصرية التي تقتصر في القومية التركية. أظهر الشريف الحسين بن علي استقلالاً في الرأي، أثار إعجاب العرب والمسلمين، وبالطبع هناك دعاة الإصلاح والمثقفين الذين كان لديهم تطلع أن يكون زعيماً ومنقذاً لهم، ولا عجب في ذلك، فهو سليل الدوحة النبوية الشريفة وعميد آل البيت وشريف مكة وأميرها. ومنذ تولي الشريف الحسين بن علي منصب إمارة الحجاز عام 1908 أبدى حرصاً شديداً على التمسك باستقلال الحجاز، الدفاع عن حقوق العرب، وهذا بالطبع يتعارض مع سياسة الاتحاديين الرامية إلى السيطرة على البلاد العربية بما فيها الحجاز. السياسات اصطدمت بعزيمة رجل هذا الرجل الذي كان واسع الطموح، يعتز بإسلامه وبقوميته وبشخصيته ومقامه. عوامل تطلع العرب إلى زعامة الشريف الحسين بن علي: هناك عوامل دينية، عوامل اقتصادية. العوامل الدينية نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مركزه الديني فهو شريف مكة، إضافة إلى دوره في حماية الأماكن المقدسة. السياسة، المواقف السياسية ومؤهلاته القيادية. موقع بلاده الاستراتيجي البعيد عن مراكز احتشاد الجيوش التركية وطرق المواصلات. إمكانية اتصاله مع قادة العرب في بلاد الشام عن طريق أبنائه. الإعداد للثورة. هيئة الشريف الحسين بن علي الكثير من الظروف لإعداد للثورة وإنجاحها. كان على المستوى السياسي جمع كلمة العرب وحثهم ألا يمدوا يد المساعدة للاتحاديين، ثم اتصل بالأمراء والمشايخ من أجل استمالتهم إلى جانبه وكسب دعمهم وتأييدهم. ومع ازدياد ظلم الاتحاديين بدأ أحرار العرب بمكاتبة الشريف الحسين، وبالطبع إرسال المبعوثين له مؤكدين تطلعهم إليه زعيماً ومنقذاً. المستوى السياسي، كان فتح باب التطوع للثورة
من البلاد العربية ليكونوا نواة الجيش جيش الثورة، تزويد المتطوعين بالذخيرة والسلاح والتدريب العسكري. كانت خطته تقوم على إعلان الثورة في الحجاز بلاد الشام في آن واحد، وأن تقوم قوات الحلفاء بعمليات إنزال بري قرب الإسكندرية لقطع خطوط الإمدادات والمواصلات بين سوريا والأناضول. عزيزي الطالب، هذا شرح مفصل لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع الرابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.